بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية يا أخوان. اليوم إن شاء الله بنكمل اللي هو السؤالين اللي بقوا عندنا من شابتر 2، وبنعمل البداية لشابتر 3 أو بارت 1. نبدأ في بارت 1 من شابتر 3. في البداية هذه هنا عندنا الهومورك، فبقول هو إنه درجة الحرارة بالفهرنهايت، هو جاب ميزان حرارة أو مقياس حرارة بالفهرنهايت ومقياس حرارة بالسنتيغريد المئوي، يعني حطهم إميرشت يعني غمسهم جوا نفس الفلويد. بقول إنه القيم اللي سجلت في الثيرموميتر الأول والثاني كانت نفسها. هو عايزك تحدد درجة الحرارة بالكلفن والرانكن، يعني أنت بعد ما تحسبها حولها لكلفن وحولها لرانكن. وبعد أيوة، وهذا غير إنه هو عايز نفس الفاليو بالثيرمو، يعني عايز تطلع القيمة اللي بالفهرنهايت والسلسيوس المتساوية وتحويلها لكلفن ولرانكن. طيب أنا عندي المعادلة اللي بين الفهرنهايت والسلسيوس، بتقول إنه تي الفهرنهايت بتساوي 9/5 في تي السلسيوس زائد 32. الحين أنا عندي التي اف بتساوي تي سي بتساوي اكس. ممتاز، يعني أنا هحط اكس بتساوي 9/5 اكس زائد 32. جبت الاكس هنا وجبت 32 هنا، فصار عندي سالب 32 9/5 اكس ناقص اكس، يعني سالب 32 يساوي 9/5 اكس ناقص 5/5 اكس. سالب 32 يساوي 4/5 اكس. اضرب 5 اكس مع 4 تطلع اكس بتساوي سالب 32 في 5/4، وهذه بتساوي سالب 40. يعني انت لما تجيب ميزان الحرارة وتحطه، يعني معنى الكلام انه درجة سالب 40 بالسلسيوس هي نفسها سالب 40 في الفهرنهايت. تعال انا وياك نحولها للكلفن وللرانكن. احنا بنعرف انه درجة الحرارة بالكلفن بتساوي درجة الحرارة بالسلسيوس زائد 273.15%. يعني درجة الحرارة بالكلفن هتساوي سالب 40 زائد 273.15، يعني درجة الحرارة بالكلفن شو بتساوي؟ ميتين ثلاثة وثلاثين وخمسة عشر المية كلفن. درجة الحرارة بالرانكن بتساوي درجة الحرارة بالفهرنهايت زائد 459 61%. طيب أي تي آر بدها تساوي سالب 40 زائد 459 61، يعني تساوي 419.61% رانكن، أي التي آر. إذن الإكس بتساوي، إذن هذه هي درجة الحرارة اللي بالسلسيوس اللي بتساوي نفس الرقم في الفهرنهايت، وهذه تحويلها للكلفن، هذا تحويلها للكلفن، وهذا تحويلها للرانكن. هذا إجابة فرع إيه من السؤال الأول. واضحة يا شباب؟ أخواني واضحة؟ نروح واضحة مدام واضحة، نمشي للفرع بي. فرع بي بقول انه الاتموسفيريك بريشر
بقول انه اذا كان الباروميتر بيقرا 750 مليمتر وشو جوا الباروميتر؟ ميركوري. كم كثافة الميركوري؟ 13600. السؤال بقول اعطيني الاتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر هو الرو في الجي في الاتش، وبما انه الباروميتر فيه ميركوري اذا حسجل ايش؟ الرو 13600 والجي 9.81 والاتش 750 على 1000، يعني البيئة المسترك كم بدها تساوي؟ أضربهم أشوف الناتج. هاي 13600 ضرب 9.81 ضرب 750 بالألف، وصراحة طلعت 100,000 62 باسكال، يعني البي الأتموسفيريك قسم على 1000 يعني 100.062 الاتش عباره عن شنو استاذي؟ الاتش اللي هي 750 ملم زئبق، وهو بقول لك هذه سلك برطون ولا شنو؟ اصبر يا صديقي خليني اتكلم. هو بقول لما جاب الباروميتر ارتفع الزئبق فيه ل 750 ملم، اذا الاتش هذه هي الاتش الزئبق اللي هي 750 ملم. مش احنا قلنا انه مبدا عمل الباروميتر انه نعمل موازنه لطول عمود الهواء مع طول عمود السائل الموجود جوا الباروميتر؟ طبعا جرت العاده انه السائل اللي جوا الباروميتر هو الزئبق، اذا حيكون عمود الهواء بيساوي عمود الزئبق. فالبي تاع الاتموسفيريك بيساوي الرو في الجي في الاتش، الرو اللي كثافه الزئبق ايها، والجي قيمتها ثابته 9.81 والاتش اللي هي 750 هيها موجود هنا، ضربناهم طلع بالايش؟ بالباسكال. قسمنا على ألف طلعت بالكيلو باسكال. واضح شاب الكنيسة شاب يا اخوان؟ واضح واضح دكتور. الشاب اللي سالني مش واحد ثاني، لانه اللي سالني كان كانه مش فاهم. طيب خلص ما دام سكت اذا معناه انه واضح. طيب الحين جينا للايش؟ للسؤال الثاني. السؤال الثاني بقول عندنا ويند توربين، يعني توربين هواء، بقول انه بيلف 10 ار بي ام. طيب يعني سرعة الدوران عشرة ار بي ام. طبعا انا يعني بفضل اني ايش اسوي فيها؟ احولها، ما بعرف انتوا اخذتم دايناميك صح؟ لا ما اخذنا داينامكس بس توقع نحول نكسر معي. طيب هي على كل حال مرقت حتى في الفيزيكس يعني، بس هي في الديناميك بتمر زي ما بقولوا يعني كثير يعني، عرفتوا كيف؟ يعني هي درسناها فيزيكس 2. ايوه اتصور انه يعني اعرف انا الاوميجا هاي هي الانجولار فيلوسيتي، لما بتضربها في الار، لما بتضربها في 2 باي على 60 ما هي الريفوليوشن 2 باي، كده تتحول لوحده راد على سكند.
فأنا جيت على 10 وضربتها في 2 باي على 60، حولتها كذا لإيش لراد على سكن. هو معطيني سرعة البليد وقايل لي إنه سرعة البليد اللي هي يعني الشفرة حقت التورباين 250 كيلو متر بير أور. طيب أنا هحوله لمتر بير سكن وأضربه، الكيلو متر هو عبارة عن 1000 والأور عبارة عن 3600، فأنا هأضرب الناتج طيب. الآن أنا كذا أنا إيش كذا حصلت على سرعة الدوران أو بسموها السرعة الزاوية، هذه هي الأنجولر فيلوسيتي وهذه إيش اللينير بليد فيلوسيتي. هذول السرعتين صراحة تضربهم يعني الفيل بليد هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن الآر في الأوميجا. أنا إذا عايز نصف القطر، إذا عايز أتحصل على الآر أقسم الفيل بليد على الأوميجا. طبعا يعني أنا حطيت ال 250 وضربتها في ال 1000 على 3600، حطيت الأوميجا اللي هي 10 وضربتها ب 2 باي، طلعت الآر كم؟ 66.3 بالعشرة متر. الحين أنا تحصلت بهذا الشكل على الآر. طيب أنا في نفس الوقت عايز مين؟ عايز الماس فلوريت. الماس فلوريت هي عبارة عن إيش؟ هو معطيني الفوليوم فلوريت، قايل لي معطيني هو الماس فلوريت 40,000 كيلوغرام بير سكن، يعني يجيفن. ها طبعا هذه بتساوي ايش؟ رو في الفي دوت، الرو انعطت لي اللي هي 1.2 بالعشرة، يعني هي 40,000 تساوي 1.2 بالعشرة، وبدل الفي دوت شو بدي احط؟ بدي احط الكروس سكشنال اريا في الفيلوسيتي، فيلوسيتي الهواء. يا اخوان انا عندي ايش طلب؟ انا عندي الهواء، انا عندي هاي البليد، انا جاي عندي الهواء، هاي هذا الهواء حتخلي البليد ايش؟ هتخلي البليد تدور، يعني الفيل اير شو تمثل؟ طبعا النقطة هذه أنا عندي هي 2 والنقطة هاي هي النقطة إيش؟ النقطة 1 ماشي، العذرة النقطة هذه هي النقطة 1 والنقطة اللي ورا هي 2. السؤال اللي أنا بسأله يا شباب، هذا توربين هو عايز طلعه شو عايز؟ عايز الدلتا إي ميكانيكال، وعايز الإفشنسي لهذا التوربين.
طيب كيف بدي أعمل؟ بسيطة، طلعوا يا أخوان، أنا عايز أحسب الدلتا إي ميكانيكال، وهذه هي عبارة عن الماس فلوريت في الدلتا إي إم، يعني هذه هي الإم دوت، وححط اللي هو بي 1 ناقص بي 2 على رو، وحط الفي 1 تربيع ناقص الفي 2 تربيع على 2، وأحط الجي زد 1 ناقص زد 2. أنا عندي الويند توربين هيو، النقطة اللي قدامه إحنا سميناها النقطة 1، والنقطة اللي وراها سميناها 2. لو بننتبه للنقاط، البي 1 بيساوي البي 2 يساوي بي أتموسفير، نقطة 1 والنقطة 2 ما لهم؟ مكشوفات للغلاف الجوي، فالبرشر عند 1 يساوي البرشر عند 2 يساوي الأتموسفير، وزد 1 تساوي زد 2، يعني 1 و 2 على نفس الارتفاع. عشان كده يا شباب حيروح الحد الأول وحيروح الحد الثالث، وإيش حيبقى عندي؟ بس الإيش؟ بس اللي في الوسط. طيب الهواء نعم، بس الحد الثالث كيف تشابهه؟ ما ركزت. 1 و 2 على نفس الارتفاع على نفس المستوى. إيه صح. أنت ممكن تعتبر النقطة هذه، شوف طلع، ممكن تعتبر النقطة هذه، النقطة هذه هذا هو إيش؟ الرفرنس. أنا خط مستوى. هذا هو الرفرنس. فالنقطة 1 ونقطة 2 على نفس المستوى. يعني هو الهاي تكتب. أيوة هو الارتفاع. وهو هذه من الأخطاء. افترض إنه هاي المادة ما تتأخذ بعد. قبل تتأخذ بعد الدينامو. هذه من الأشياء اللي. دكتور. نعم صديق. ليش البريشر والفيلوسيتي نخليها بي 1 ماينس بي 2؟ طيب انا هقول حاجه يا شباب، انتوا ما كنتوش تحضروا حصص والفيديوهات، يعني مش عارف كيف حضرتوها، اي كلام ولا مش عارف القصه كله، انا عدته 10 مرات، انا همسح الهاي طلعها مش قصه، هعيدها للمره الجايه بس، يعني حرام شوي ترجعوني للقصه القديمه. انا عندي عاده بنزل عندي، طلع بنزل عندي يعني مثلا نفترض انه المي او الهواء قاعد بيطيح من هنا وبيجي لهنا، خلاص ما دام هو بدا من هنا اذا هاي النقطه 1، اجى هنا هاي النقطه 2. الحين عاده احنا نحط النقطه الاخفض نعتبرها هي الريفرنس. فانت لو جيت قلت لي والله حتقول لي زد 2 بتساوي 0، هاي النقطه شو هي؟ اتش. حتقول لي والله زد 1 بتساوي اتش. معي الحين؟ إذا النقطة هذه مكشوفة من الغلاف الجوي تقول لي والله بي 1 هي الأتموسفير، لو النقطة 2 برضو مكشوفة من الغلاف الجوي تقول لي حتى بي 2 تساوي بي أتموسفير. شوف إحنا شو عندنا، إحنا عندنا هاي البليتس. يعني شو معنى كلمة بليتس؟ شباب بليت معناها مروحة، البليدز اللي هي المراوح، الويند توربين. عمر حدا فيكم شاف شكل الويند توربين؟ الويند توربين جاي مروحة، المروحة هذه موصولة على شفط، والشفط هذا في آخره جير. تعرفوا شو معنى كلمة جير؟ يا شباب عمر حدا فيكم سمع في كلمة جير؟ جير هذا عمره سمع في كلمة جير؟ موجود جوا السيارة جير معناها مسنن. اللي جوا السيارة أو بسموه جير بوكس، يعني صندوق المسننات. يعني اللي جوا السيارة اسمه الجير بوكس أو صندوق المسننات، مش مهم. في آخر الشافت. شو يعني شافت يا شباب؟ يا مهندسين الميكانيك، هو الذراع اللي يوصل الظاهر. ايوه هو هذا 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 هو الشافت. الشافت هو عبارة عن ماسورة انبوب، وهذا الانبوب شو في اخره؟ في اخره في ترس،
أو مسنن. المسنن هذا موصول بمين؟ موصول بمسنن ثاني. والمسنن الثاني موجود عليه شفت، والشفت هذا موصول عليه ايش؟ كويل. والكويل هذا موجود داخل مجال مغناطيسي. كويس. الأقطاب المغناطيسية هذه بينشأ بينها خطوط مجال مغناطيسي. لما بيدور الكويل جوا الإيش؟ جوا المجال المغناطيسي، بيبدأ ينشأ في الكويل إيش؟ ينشأ فيه تيار كهربائي. علشان كده أنا بيجيني الهواء هنا، طلعوا شباب، بيجيني الهواء وبيحدث دوران في المين؟ في البليتس، والبليتس بتدور مين؟ بتدور الشفط. أنا عندي النقطة واحد، النقطة إيش؟ طبعاً أغلب سرعة الهواء اللي دخلت حركت البليت، عشان هيك شو بتكون سرعة الهواء عند النقطة اثنين؟ صفر. وين سرعة الهواء بتساويش صفر؟ عند واحد. أصلاً لو عند واحد السرعة بتساوي صفر، شو مالها؟ لو السرعة عند واحد بتساويش صفر، إذن في اثنين بتساوي صفر، وفي واحد ما بتساوي صفر. طلعوا على النقطة واحد مغلقة موجودة جوا وعاء ومسكر عليها، ولا مكشوف إلى الهواء الجوي؟ يا أخوان النقطة مكشوف. هي عبارة عن المكان اللي أمام المروحة، والنقطة اثنين هي عبارة عن المكان اللي خلف المروحة، والمروحة اللي هي يعني البليد اللي هي هذه. ها إذن بي واحد شباب تساوي بي أتموسفير، وبي اثنين تساوي بي أتموسفير. إذن كليهما واحد واثنين، كليهما ايش؟ كليهما بيساوي الايش؟ الاتموسفيريك بريشر. طيب النقطة واحد والنقطة اثنين موجودين على نفس الارتفاع، يعني زد 1 بتساوي اتش، وحتى زد 2 بتساوي اتش. علشان هيك يا شباب الدلتا اي ميكانيكال هي عبارة عن الام دوت في الدلتا اي ميكانيكال، يعني عبارة عن الام دوت بي واحد ناقص، احنا قلنا دائما التورباين واحد ناقص اثنين، زي ما احنا شايفين زد واحد زد اثنين كليهما بيساوي الايش؟ الاتش. اذن هذا الجزء بيروح، والبي واحد والبي اثنين بيساوي الاتموسفيريك بريشر، يعني هذا الجزء كمان شو ماله؟ بيروح. في 1 وفي 2، في 2 صفر، يعني هاي الفي 2 بتساوي صفر. فما صفى عندي الدلتا اي ميكانيكال الا هي الام دوت في في 1 تربيع على 2. V1 اللي هي يعني إيش؟ اللي هي V الإير. فأنا وضحت لك ليش أنا بديت من البداية أحسب في هاي. طيب الآن أنا كيف بدي أجيب V1 أو V الإير؟ خلاص أنا متفق معاكم إنه الدلتا E الميكانيكال هي M dot في V1 تربيع 2، أو M dot في V الاير تربيع 2. كيف بدي أوجدها V الاير؟ بسيطة. أنا قلت أول إشي إنه V البليد بتساوي W في الار،
يعني الار بتساوي في لبليد على دبليو، هذه اللي هي 250 وحضربها في 1000 على 3600 وبدي أقسم على العشرة، والعشرة بدي أضربها ب 2 باي على 60، كم طلعت الآر؟ الآر طلعت 66.3 × 10 متر. طب ليه أنا حسبت الآر؟ إذا انتبهنا يا شباب، الام دوت بتساوي الرو في الفي دوت، الرو في الاي سي في الفي دوت في الفي الاي، يعني الماس فلو ريت بيساوي الدنسيتي الهواء في الكروس سكشنال اريا في سرعة الهواء. طيب الاي سي هذه اقدر اشيلها واحط بدالها باي ار تربيع، عرفتوا ليه حسبنا الار؟ انا عندي الام دوت اللي هي 40000، احطها بالازرق عشان تصير هاي 40000، احط ال الرو اللي هي 1.2، الاي سي اللي هي باي في 66.3 تربيع في الفي اي. زي ما احنا ملاحظين يا شباب انه كل المعادلة معروف القيم فيها الا الفي اي، فانا اللي هعمله انه هطلع الفي اي، بعد ما اطلع الفي اي هجيبها واعوضها وين؟ اعوضها هنا. خلاص وطلعت الفي اي عندي كم قيمتها؟ طلعت الفي اي بتساوي 2.413. طيب ممتاز جدا، ها الدلتا اي ميكانيكال ام دوت في الفي اي تربيع 2.40000، الفي اي اللي هي 2.413 تربيع، الدلتا اي ميكانيكال كم طلعت؟ صراحة طلعت الدلتا اي ميكانيكال اللي هي 116,426.59 وات، اقسم على 1000 116.4266 كيلو وات. احنا بنعرف انه التورباين دخل عليه انرجي اوف فلويد او يعني في ناس يحب يسجلها زي ما انا مسجلها، في ناس يحب يسجلها هيك يعني ميكانيكال، وطلع منه ايش؟ الانرجي الاوت اللي هي الشفط او اللي هو الاوتبوت. هو معطيني الاوتبوت، قال لي انه الاوتبوت 150 كيلو وات. طيب خلاص، اذا الافشنسي الاوتبوت على مين؟ على الانرجي الفلويد 150 كيلو وات على 116.4266 كيلو وات، شلنا الكيلو وات مع الكيلو وات، طلعت الافشنسي 150 على 116 واللي هي 1.288، يعني اللي هي 128.8%. وطبعا يعني استحالة انه يكون في عندنا افشنسي اكثر من 100%، هذا امر مستحيل، مستحيل نظريا وعمليا وكل حاجة. شو يعني انت خلقت طاقة كده؟ واضح السؤال يا شباب؟ فانت بتحلق عليه وبتقول انه no way for a device to be with efficiency larger than 100%. Which mean, which ايش, which deflect, which شايف علي vanish with ايش, with energy conservation. اشي بيتعارض مع مبدأ حفظ الطاقة. Vanish. Deflect. يعني زبد انك تقول له انه يعني هذا اشي بيتعارض مع مبدأ حفظ الطاقة.
إخوان واضح الأسئلة خلاص خلصوا يا شباب. شابتر 3 أحد عنده استفسار يا إخوان؟ إحنا اشتغلنا شابتر 1 شابتر 2 حلينا الأسايمنت أسايمنت 1. أسايمنت 1 كانت بتحتوي على سؤالين من شابتر 2 بتحتوي كانت على 8 أسئلة من شابتر. ماشي الحال يا إخوة إخواني. هذا كان بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأسايمنت. شباب اللي قال عندي سؤال يتفضل. التربين بس هو اللي 1 ماينس 2 والباقي كلها الباقي كلها 2 ناقص 1 البام الكمبروسر الفان هذول كلهم عليه واحدة 2 ناقص 1 التربين 1 ناقص 2 لأنه التربين أداة منتج للطاقة. يعني هذا مستقبلا أنت لما تصير يعني مطلع على الهاي ولما تأخذ كورس اسمه التيربو ماشينري يعني ربنا أحيانا وأحياء فذلك الوقت لما تأخذ التيربو ماشينري هتعرف أنه هذول الأجهزة الثلاثة مالهم يستهلكوا طاقة أما هذا الديفايس تنتج طاقة كويس. أكيد طبعا اللي بيستهلك طاقة غير اللي بينتج طاقة. يعني نفترض في البيت انه الوالد بيشتغل اخوك بيشتغل مثلا فهذول يعتبروا منتجين لانهم بيجيبوا فلوس للبيت. الحين انت واخوك الثاني ما بتشتغلوا جوا البيت يعني انت تعتبروا مستهلكين للفلوس مستهلكين. فالتربين اداه مالها تستهلك بتنتج طاقه. الفان والكمبروسر والبام هاي الادوات كلها بتستهلك طاقه. الادوات اللي بتستهلك الطاقه بحطوا لها الـ E2 ناقص الـ E1 كما بحطوا لها الـ E1 ناقص الـ E2 التربين نفس التربين ولا ماشي الحال. طيب احنا كنا بس نبدأ بداية في هاي. شوفوا يا اخوان شابتر 3 بتكلم عن البروباليتيز وخيور سبستنس اللي هي النقل. طيب يا اخوان احنا صراحة في شغلة يهتم لها ينتبه لها إنه إحنا حندرس المادة حنعيد بعض الكونسب حنركز على البي في دياجرام والتي في والبي تي. صراحة إحنا عندنا ثلاث خصائص رئيسية شو هم؟ تمبرشر اللي هو يعني البي تمبرشر يعني تي وفوليوم يعني في. وصراحة هم الخصائص الثلاثة يعني من ندرسهم ونحن نغيرهم في نفس الوقت الثلاثة بعد نحن لما بندرسهم. نعم ترى أغلب صوتك مأكول شوي من المايك ما أدري كان هل مشكلة عندك في النت أو شيء؟ والله أنا ماش عارف ما عنديش مشكلة في النت. طيب يا شباب في كذا تمام. بقول إنه يا إخوان البرشر والتمبرشر والفوليوم هم كم خاصية؟ هم ثلاث خصائص البي والفي والتي. طبعا من الصعوبة بمكان انك تدرسهم الثلاثة في نفس الوقت عشان كده هم كانوا يدرسوا البي والفي ويثبتوا التمبرشر يدرسوا البي والتي ويثبتوا الفي يدرسوا التي والفي ويثبتوا البي علشان كده هم مرات كانوا يثبتوا التي مرات كانوا يثبتوا البي مرات كانوا يثبتوا الفي. طيب فعشان كذا أنا في عندي البي في دياجرام وعندي التي في دياجرام وعندي البي تي دياجرام كويس وممكن نحطهم مع بعضهم كلهم ونسميها بي في تي سيرفيسز بس يعني صراحة شكلها مش كثير ظريف فإحنا بنفضل إن ندرس البي مع الفي أو الفي مع التي أو البي ويا التي. طيب الحين المادة اللي احنا بندرسها اسمها السيستم
المادة هذه لو كانت يونيفورم يعني مادة منتظمة يعني خصائصها منتظمة زي الدنسيتي أو السبيسيفيك هيت أو الأشياء هذه، بقول عن المادة إنها إيش؟ هوموجينيوس. شو معنى كلمة هوموجينيوس؟ هوموجينيوس معناها متجانسة. هوموجينيوس سبستانس يعني معناها مادة متجانسة. طيب البيور سبستانس معناها مادة نقية. متى بقول عن المادة إنها مادة نقية؟ المادة النقية هي مادة هوموجينيوس. أه؟ تركيبها الكيميائي نفسه انفاريبل. فاريبل معناها متغير. انفاريبل معناها غير متغير. إذن المادة البيور هي مادة هوموجينيوس. طيب وانفاريبل كيميكال كومبوزيشن تركيبها الكيميائي ثابت وممكن تكون بأكثر من فيز. يقول لك مي اكزيست in more than one phase. شو معنى كلمة phase؟ الشباب اللي تعرف شباب شو معنى more than one phase؟ يعني اخوان يعني موجود على اكثر من حالة. يعني احنا السوليد والليكويد والغاز هذول الثلاثة بنسميها فيزز. يعني انت لما تجيب شوية مي وفيها قطع ثلج هاي تعتبر بيور ولا مش بيور؟ شوف الثلج والووتر كليهما H2O يعني الكيميكال كومبوزيشن نفسه والجزيئات بنفس التنظيم والآيس يعتبر سوليد والووتر يعتبر ليكويد. واحنا المادة من متفقين انه ما انها المادة النقية مالها ممكن تكون بأكثر من فيز، وبالتالي شوية المي اللي دايم فيهم ثلج يعتبر إيش؟ يعتبر بيور سبستنس. إذن يا أخوان إذن يا شباب المادة النقية هي مادة متجانسة وتركيبها الكيميائي ثابت وممكن تكون في أشكال أكثر من إيش؟ أكثر من حالة. الووتر النيتروجين الهيليوم الكربون دايوكسيد تعتبر كلها بيور سبستنس، أمثلة على البيور سبستنس. لكن خليط المي خليط المي مع بخار المي برضو يعتبر كمان بيور سبستنس. المي بكل أشكالها سوليد وليكويد وفيبر تعتبر إيش؟ تعتبر إيش؟ بيور بيور سبستنس. طيب الكربون دايوكسيد اللي هو CO2 أو ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين غاز اللي هو N2 هذا يعتبر وهذا بيور سبستنس. الميكسشر اوف غازز اللي هي مخاليط الغازات بغض النظر زي الاير هذا تعتبر ايش؟ تعتبر بيور سبستنس. طيب يا شباب هو حب يعطيك امثله. طب النان بيور قال لك زي اني اجيب خليط من سائل الهواء مع خليط من غاز الهواء، هذا صراحه يعتبر نط بيور. لانه الهواء هو سائل خصائصه بتختلف وتركيبه بيختلف عن الهواء وهو غاز، لانه الهواء عباره عن ميكسر والميكسر شكله في السائل غير شكله في الغاز. طيب مثال ثاني مثال ثاني زي اجيب مادتين مختلفتين يعني الCO2 والCO، ثاني اكسيد الكربون غير اول اكسيد الكربون،
يعني صح الكليهما بتكون من سي ومن او، بس النسب نسبة 2 إلى 1 غير نسبة 1 إلى 1 ولا يا شباب؟ طيب الفيزز حقت المي، المي موجود في أشكال، في الأشكال الثلاث سوليد وليكويد وغاز. طيب بس هو المي الموجود من سوليد وليكويد وغاز؟ هذا المي اللي احنا فاميليار معاه، يعني المي عند درجة صفر سلسيوس أقل يعني بيصير سوليد، وعند درجة 100 بيكون غاز، وبين الصفر ولما تي تكون جاية بين الصفر والمية تكون ليكويد. حلو حلو. طيب هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمي. سوليد يعني إيش؟ يعني آيس. ليكويد يعني مين؟ يعني ووتر. غاز يعني مين؟ يعني ستيم، بخار مي. طيب سؤال، طيب المواد الثانية عندها الحالات؟ عندها. أنا حأوريكم غاز النيتروجين. غاز النيتروجين عند درجة حرارة 198 سالب، طلعوا عند سالب 196 طيب عند الحرارة بين إيش؟ بين سالب 196 إذا درجة الحرارة أقل من سالب 198 صراحة النيتروجين شو بيصير؟ سوليد. وإذا كانت أكبر من سالب 196 شو بكون النيتروجين؟ غاز. طب وإذا جاي بين السالب 196 وسالب 198 شو بكون؟ ليكويد. تقول لي الله في غاز النيتروجين ليكويد؟ أيوة في غاز النيتروجين ليكويد، ولا معلوماتك واستعمالات كبيرة في الصناعة. طيب تقول لي بس المي يعني ليكويد بس درجتين؟ أيوة بس درجتين، المي ليكويد بس سوري النيتروجين ليكويد بس درجتين. لاحظوا إنه المي ليكويد 100 درجة، الغاز النيتروجين او الN2 بلاش اقول غاز النيتروجين، الN2 مالها فوق السالب 196 غاز، واقل من السالب 198 اقل من السالب 198 سوليد. طب وبين السالب 198 والسالب 196 ليكويد، يعني انا عندي الميه ليكويد 100 درجه، النيتروجين ليكويد درجتين. طيب فانت لما تقول لي طلعوا شباب، انت لما تيجي وتقول لي النيتروجين درجه حرارته سالب او بلاش سالب، اللي هو عند درجه الغرفه اللي هي 25 سلسلس، شو بكون ال 25 هاي؟ انتبهوا انها ايش مالها؟ أكبر من السالب 196، علشان هيك شو بكون في هاي الحالة؟ وهذا هو اللي بيخلينا عند درجة حرارة الغرفة لما نعطيك شوية نيتروجين تقول عنها إيش؟ إنتو إيش؟ غاز. لما درجة حرارة الغرفة عندها شو بكون النيتروجين؟ أعلى من درجة التبخر، فهو تحول بهذا الشكل إلى بخار، إلى غاز. طب لو أنا جيت عند درجة حرارة سالب 200 سلسيوس، صراحة السالب 200 سلسيوس أقل من السالب 198 سلسيوس، يعني في هاي الحالة شو بكون؟ بكون سوليد. واضح يا شباب؟ طيب درجة الحرارة اللي بتتحول عندها المادة، درجة الحرارة اللي بتتحول عندها المادة، احنا كنا متفقين انه درجة الصفر هذا المي ودرجة المية، لانه هون قلنا هذا الستيم وهذا هذا الغاز، يعني
هذا الغاز وهذا الليكويد وهذا السوليد. هاي الدرجة اللي بين الليكويد والغاز احنا بنسميها البويلينج. درجة الحرارة اللي بين السوليد والليكويد هذه بنسميها ايش؟ الميلتين. الملت. اصلا انا عايز اقول لكم حاجه، واحنا رايحين من الليكويد للغاز بنسميها البويلينج او الايفابوريشن. طب واحنا راجعين بنسميها ايش؟ بنسميها الكوندنس. واحنا رايحين من السوليد للليكويد بنسميها الميلتين. طب واحنا راجعين من السوليد من الليكويد للسوليد هذه اسمها الفريزنج. ماشي الحال؟ لاحظوا انه الميلتين والفريزنج تعكسين. ايوه نفس البروسس. هذا الكوندنسيشن. طيب كوندنسيشن اللي هي عكس البويلين. طيب يا اخوان في حاجه ضروري ننتبه لها، انه الماده موجوده حالاتها الثلاث الرئيسيه سوليد وليكويد وغاز. لما تروح من سوليد لليكويد هاي العملية شو سميناها؟ هاي العملية سميناها فيوجن اللي هي معناها الانصهار. طب لما نروح من ليكويد لسوليد هاي العملية اسمها فريزنج. طيب من ليكويد لغاز هذه ايفابوريشن. وعكسها من غاز لليكويد هذه كوندنسيشن اللي هي التكاثر. طيب من سوليد لغاز دايركتلي هاي العملية اسمها سبليميشن، واللي احنا بنسميها كنا زمان نقولها في العربي التسامي. عكسها عملية بيسموها دي سبليميشن اللي معناها بالعربي الايش؟ معناها بالعربي الترسيب. طيب اذا العمليه اللي تتحول فيها الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله هذه اسمها الفيوجن، والعمليه اللي تتحول فيها الماده من الحاله السائله الى الحاله الصلبه هذه العمليه اسمها اللي هي ايش؟ الفريزنج، التجمد. العملية اللي تتحول فيها المادة من الليكويد للغاز هاي العملية اسمها عملية التبخر اللي هي evaporation، وعكسها من الغاز للليكويد هاي العملية اسمها الكوندنسيشن التكثف. من الغاز للسوليد هاي دي سبليميشن اللي هي ترسيب، ومن سوليد لغاز سبليميشن هذا تسامي. هذه العملية هاي العمليات الرئيسية. صراحة احنا كنا نسمي الستيت بالايش؟ ستيت مستليه. يعني احنا قلنا خذ البرشر، خذ التمبرشر، خذ الفوليوم والحالة المادة اللي إلها الخصائص الثيرموداينامكس الرئيسية شو نسميها؟ بنسميها بوستليت ستيت. إذا الله أحياني وحياكم أنا مش عايز أرهقكم، المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ من عند الإيش؟ البي في، وعشان نأخذ الأشكال هذه والكيرفز هذه وكيف إيش عملوها وكيف ربطوها بالجداول. إن شاء الله المرة الجاية حبدأ من عند اللي هو سلايد 7. صحبي. نعم. زين بس كف التسجيل عشان ما يكون فيه سوالف. وقف التسجيل. أقول أخيل بالنسبة لبكرة ما راح يكون في كلاس صح؟ لأن كوزنا بكرة العصر راح يكون. أيوة. وهذا ذكرك إنه عشان بكرة الكوز حسيت إنه غلط. خليني بس أوقف التسجيل وأسمع. الله يعافيك يا اخوان الله يعافيك.